دكتور اسلام، ازيك؟ عامل ايه؟ اول حاجه بدي حابب اشكرك على الحصه اللي عملت لنا اياها، ريحتنا كتير في المراجعه في العملي. انا حاسس الشباب اللي محضروش متخوزقين في الفيسيو صراحه، يعني انا خلصت الفيسيو مراجعه ما اخدتش معي غلوه وملزمتك فخمه جدا جدا جدا. وشكرا كتير، وتعبك هذا ان شاء الله هيك ربنا يجزيك عليه. وشكرا.